لا 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 الشحن عامل ازاي؟ اخبركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العميدو، وحلقه دي النهارده في لعبه يورو تراك سيميليتر 2. في البدايه لو انت جديد ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ومسيو صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك يطيب. معانا النهارده العربيه الامريكيه الجميله دي. واحد يقول لي يا عم ميدو، هو احنا مش في محاكي الشاحنات الاوروبيه، انت ليه جايب شاحنه امريكيه؟ صراحه انا نفسي اجرب العربيه دي، خاصه ان احنا خلاص شوف الرخم بقى، شفت ما بعرفش اسوق اللي ما عندوش دم، لا اله الا الله. المهم انا قلت كده اجيبها لان احنا ان شاء الله خلال الاسبوع ده احتمال كبير لما ربنا يرزقنا كده ونجيب الدريكسيون، ربنا يسهل ان شاء الله، ادعوا لي بس. احنا كده يومين ان شاء الله ونزل القاهره نشوف الدنيا دي. رسمي فهمي نظمي هندخل محاكي الشاحنات الامريكيه، لان الصراحه حابب البيئه بتاعتها. يعني خلاص محاكي الشاحنات الاوروبيه خلاص عيننا خدت على البيئه بتاعتها، اللي هو نفس العربيات ونفس الشوارع، مفيش جديد. يعني محاكي الشاحنات الامريكيه هيبقى فيها حاجات خرافيه جدا، هتعيش بقى حياه الامريكان بقى والحياه الهمجيه بقى، واللي راكب دوج واللي راكب معرفش ايه الدنيا دي كلها، فهيبقى الموضوع جامد جدا جدا جدا. فربنا يسهل ان شاء الله، ولما اروح هناك الاقي الدريكسيون يا رب، اللهم امين. النهارده معانا الجيت، ايوه الوحش ده. بس انا عندي سؤال، مش المفروض الطياره دي اصلا بتتحمل في طياره عملاقه كده وتوديها اسرع؟ قصدي بدل ما احنا نسافر المسافه دي كلها، لان المسافه هتبقى كبيره جدا وهتبقى رخم قوي. ما علينا، كل عام وانتم بخير بمناسبه رمضان، يا رب تكونوا بخير دايما وبصحه وعافيه يا رب. حاجه عايز اسالكم سؤال، النهارده المفروض نكون ختمنا يعني في القران، قرانا يمكن 45 صفحه، في حد فيكم قرا 45 صفحه؟ طب واللي قرا اكتر من كده يقول لي. واحد يقول لي مش فاهمك يا عم ميدو، في جدول جديد انا عامله، وهو ان احنا كل يوم نقرا 15 صفحه، اي في الصلاه يمكن 3 ورقات بالظبط او 3 صفحات بالظبط تقراهم، يعني كل ما تصلي صلاه تقرا لك 3 ورقات، هتضرب ال 3 في 5 ب 15 ورقه، بحيث ان احنا مثلا نيجي في اخر رمضان ان شاء الله نكون ختمنا القران كله. فهمتوا الموضوع ازاي؟ فهي الفكره كلها في كده. فلو انت ما ختمتش او اصلا ما قراتش القران، وقف دلوقتي الفيديو روح اقرا 15 ورقه وتعالى، او بعد ما تخلص الفيديو شوف انت كل يوم المفروض تقرا 15 ورقه. يعني المفروض النهارده تكون قارئ تقريبا 45 حاجه زي كده، صح؟ 45 ورقه بالظبط تكون مخلصهم كلهم. ولو انت قوي وتقدر انه انت تقرا اكتر من كده بكتير، عرفني انت وصلت للجزء الكام دلوقتي، لان في ناس دلوقتي ما شاء الله عليهم يعني خلصت يا عمي نص القران، انت متخيل؟ تالت يوم في رمضان في ناس كتير فعلا بتختم القران ده يمكن 7-8 مرات، تخيل انت القوه اللي عندهم، يعني ما شاء الله عليهم، ربنا يزيدهم وربنا يرزقنا يعني نص اللي عندهم بس. وايه اخباركم في الصيام، بتدبوها ولا عادي؟ انا رمضان ده الصراحه ما بدبهاش، لان انا بقالي فتره جامده جدا ما بتحركش وما بروحش الجيم وبطلت اطلع اتمشى والكلام ده كله بسبب ان انا مشغول يعني في اليوتيوب وكده. فقلت خلاص بقى خلينا بقى ايه نعمل ريجيم رمضاني. ايه ريجيم رمضاني ده يا معلم؟ ان انا اسحر حاجات بسيطه وافطر حاجات بسيطه، يعني اقولك بمعنى صح على السنه، افطر على ميه وثلاث بلحات، وتسحر سحور خفيف مثلا ربع رغيف، فاهم انت ازاي؟ وانت عامل زي عم سعيد بتاع الفرن اللي هنا بيعمل لك الرغيف خفيف جدا، اللي هو انت مثلا تشتريه كده. ايه ده؟ والله افتكرت الجناح الطياره ده سبويلر للشاحنه. عم سعيد بتاع الفرن اللي هنا بيعمل لك الرغيف كده، مثلا احنا بنودي له بتاعه الدقيق، هو بيجي يعمل لك رغيف كده تحس واو ابن ناس وتاكله كله 100 100، ولكن في الحقيقه اصلا هو ربع رغيف، يعني فاهم انت الموضوع ازاي؟ لو انت عندك عم سعيد زي اللي عندنا يبقى انت جامد و100 100، خليه يعمل لك بالظبط نفس الموضوع ده وكل لك مثلا من عنده نص رغيف، فهتبص تلاقي نفسك في اخر رمضان نزل لك بتاع 10 كيلو او حاجه زي كده. ايوه ما انت بقى صايم طول النهار، رحت مشوار، رحت لعبت مثلا كوره والكلام ده كله. واحد يقول لي يا عم ميدو احنا ما بنلعبش كوره في الصيام. على فكره انا واحد من الناس، كنت ايام الجامعه والدنيا دي كلها كنت بلعب بس مش كوره بقى، كنت بروح الجيم، تخيلوا. فانت بقى تخيل انه انت تروح الجيم وانت صايم، يا لهوي كان الواحد بيرجع ميت يا جدعان. بس انا كنت بظبط نفسي ان انا اروح قبل الجيم بساعه واحده بالظبط، فاهم انت، بحيث انه مثلا اخري والدنيا دي كلها، فعلى طول اروح على الفطار. يا اسطى يا حاج، لكون خبطته بالغلط انا مش واخد بالي، والله ممكن، بس انا عشان الاشاره بس والمخالفات والدنيا دي. هو ايه ده؟ ده بوز الشاحنه اصلا يا راجل، يعني ده بوز الشاحنه؟ انا كنت مفكر واحد واقف قدامي. والله يا جماعه الشاحنه الامريكيه دي ام بوز غريبه الصراحه. في كتير منكم بيحب السواقه الداخليه، قولي رايكم. صراحه انا سايق من جوه حاسس ان انا مش شايف كتير، يعني زاويه الرؤيه تحسها كده معدومه يعتبر، ولكن الصراحه متعه السواقه من جوه. تخيل بقى لو انت معاك دريكسيون هيبقى الموضوع جامد جدا جدا، ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله. يا جماعه والله نفسي اروح الجيم، الواحد يا جدعان مش عارف يعمل ايه. بفكر ان شاء الله الشهر الجاي اشتري لي عجله وابدا مثلا كل يوم بعد العشاء كده، يعني تتعشى كده. انا عن نفسي
ممكن ما اتعشاش اصلا. بفكر كده مثلا يا عم لا اتعشى كده عشوه خفيفه برضه علشان انت بتيجي بالليل تجوع يا عم ميدو وبتخربها. ايوه مظبوط، انا واحد من الناس اصلا يعني عايز اقول لكم ان انا بعرف اطبخ واعمل اكل والكلام ده كله من ايام الجامعه وانا كده يعني، فهمت الموضوع ازاي؟ كنت انا طبعا في الجامعه ايام ما كنت ساكن في شقه وكده، فكان كل واحد يعني مثلا بيعمل اكل لوحده وكده، فكنت انا بقى ايه اقعد بقى ايه افتح النت واشوف طريقه عمل مثلا المكرونه بمثلا ايه بالفراخ، المكرونه بالبشاميل، الكلام ده كله. اخر مره انا فاكر كنت عامل حواوشي، انتوا متخيلين؟ وكلته وبتاع. فهو ده السبب الرئيسي طالع من جامعه. تخيلوا شوفوا 73 كيلو، انا طولي 170، تخيلوا انا دلوقتي وزني 90 كيلو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، زايد يمكن 27 كيلو او 28 كيلو حاجه زي كده. انتوا متخيلين يا جدعان؟ اللي هو خلاص طلعت من الجامعه رحت لي سنه جيم عادي زي ما انا نفس الروتين بتاعي، بعد كده رحت موقف جيم نهائي لاني بدات مشواري الفعلي في اليوتيوب والكلام ده كله، انتوا فاهمين واخدين بالكم انتوا الموضوع ازاي. ويعني اقول مثلا بقالي من 2019 وانا ما رحتش الجيم، من اخر 2019 لما اشتريت الكيسه بتاعتي اللي هي القديمه تاور 600 جي 1 اللي كتير منكم بيسالنا عليها. بالمناسبه يا جماعه الكيسه دي ما انصحش حد يشتريها في الوقت الحالي، خاصه لو انت مثلا عايز تلعب عليها العاب تقيله زي ببجي زي راست الكلام ده كله. هي الكيسه حلوه وشغاله مش هقول لك، بس مثلا انت لو عايز فريمات كويسه مثلا 60 فريم ثابت والكلام ده كله فما انصحكش بيها دلوقتي. هي هتشغل معاك اي لعبه عادي وبالجرافيك اللي انت عايزه طبعا على حسب قوه كارت الشاشه. ما انصحش حد برضو يجيب كارت الشاشه اللي هو 750، الكروت ال 700 دي سيبك منها، يعني خليك من 1080 وانت طالع كده، كل الكروت دي نظيفه يعني. المهم اول ما جبت الكيسه بدات بقى مشوار على اليوتيوب، وكنت بنزل بابجي والعاب كتير، وبص كنت خارب الدنيا، ولكن الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل القناه راحت علينا، وده طبعا يعني بس ربنا طبعا دايما بيعوضنا خير. وانا خبطت امتى يا جدعان؟ انتوا بتشتغلونا ما خبطتش يا عم الحاج صدقني، بس انا مش فاهم ايه المشوار الكبير، ولا انا عشان مش متعود على العربيه ممكن. ليه لا؟ لا انا كده خبطت رسمي. اخ يعني العربيه بتقول الوداع يا دنيا الوداع. خلينا نجيبها كده من بره نشوف الشكل. طب والله يا جماعه مش شكلها رهيب؟ شايفين الشكل يا جماعه؟ انا بحب انا العربيات اللي شكلها كده اسطوره كده، الكشافات بتاعتها والدنيا دي شكلها رايق. ان شاء الله في سكراب ميكانيك في القناه الثانيه ان شاء الله هنبدا نبني عربيه زي دي بالظبط. انا بخطط ان انا اوصل لشكل او ديزاين العربيه دي تبقى كده كبيره جدا، وفي نفس الوقت يبقى لها كده اوضه نوم ورا، بحيث مثلا احنا لو رحنا ان شاء الله نهجم على المصانع والكلام ده كله يبقى لينا كده عربيه منها دبابه ومنها تحميك برضو في نفس الوقت. بس هي في الغالب مش هتكون دبابه يعني، عربيه عادي نبدا نشد بيها مقطورات ونبدا نعمل مقطورات طبعا خاصه لكل حاجه، والاساس هي العربيه دي اللي هتبدا تسحب الكلام ده كله. مشكله لما يجي قدامك عربيه، والله شوف يا شباب انا قافل الطريق دلوقتي فربنا يستر. انا مش عارف صراحه انا كده ثابت ولا كده خبطت العربيه. خلينا نبص كده، ده لسه بدري مؤاخذه رجاله، اصل احنا دلوقتي ماشيين بعربيه امريكيه في اوروبا فبتاع. معلش بقى مؤاخذه رجاله انا مش متعود والله، انا اسف يا اسطى اللي ورا حبيب قلبي. الله شايفين يا جماعه ده في سماعات هنا ودنيا، يا الله على الجمدان. لا يا اخي العربيات الامريكيه دي رايقه، بس انا ليه مش فاهم يعني اشمعنى العربيات الامريكيه لها بوز يعني والعربيات الاوروبيه من غير بوز؟ يعني ما دام ما انتوا عندكم القدره ان انتوا تقللوا حجم مساحه الراس او القاطره ليه بتعملوا لها بوز قدام؟ لان في منكم قال لي في التعليقات عادي هما الاثنين نفس القوه نفس الحصان، بس هي الفرق ان الشكل مختلف مش اكتر. وفي منكم قال عشان نسبه مقاومه الهواء في الشاحنات الامريكيه يعني قليله جدا عن الاوروبيه، لان الاوروبيه من قدام تحسها كده ايه مسطحه بتخبط الهواء، اما الامريكيه لها بوز كده تلاقيه بيدخل جوه الهواء نفس الطياره والكلام ده كله. بس انا عادي يعني انا شايف اصلا العربيه يعني ماشي، ما هي ليها بوز بس صغير يعني، بس برضو مش فاهم برضو يعني، فيا ريت برضو تفهموني. طبعا دلوقتي الامريكي كل واحد يخاف يضرب له تعظيم سلام. انا كنت دايما بحس ان العربيات الامريكيه دي هي والروسيه هما الاثنين خلي بالكم اللي لهم بوز على طول، يعني عربيات اسطوريه ما فيش منها اتنين، لحد ما دخلت لو تفتكروا لعبه سنو رانر او ماد رانر كان لها كده عربيه بوز بقى وبتاع وحوش يلا الشبح يلا والجيش والدنيا الرايقه دي، تلاقيها داخله في الطينه كده حاجه رهيبه جدا. بس اتفاجئت تاني ان احنا اصلا في اللعبه دي لقيت في عربيات من غير بوز وبرضه شديده، فاللي هو انا برضه مش فاهم الفرق. حتى كمان هنا لو تيجوا تلاقوا شركات المايه اللي في مصر كل عربياتها كلها على بعضها بوز، فانا مش فاهم برضو اشمعنى العربيات دي بيبقى كلها بوز شركات المايه. واحد يقول لي يا عم ميدو احنا عندنا عربيه شركه المايه من غير بوز، بس اغلب شركات المايه اللي انا بشوفها بتلاقي كده العربيات كلها مركونه ببوز وتقريبا كلها امريكانو، فمش فاهم ليه. هل مثلا عشان امريكي بيبقى فيه قدره كهرباء اعلى؟ طب ما الشواحن اصلا كلها قدرتها كهربتها عاليه بتوصل ل 24 فولت، فاهمين انتوا الموضوع ازاي؟
فانا مش فاهم، انت واحد يقول لي 24 فولت تقدر تشغل شاحنه؟ اكيد طبعا، هي الفكره كلها في الامبير، الامبير هو سرعه وقوه الكهرباء مش اكتر. بس يعني انت لو معاك سرعه كهرباء عاليه خلاص انسى الدنيا، اصلا الشاحنه تقدر تنور لك لمبه كهرباء عاديه، انت متخيل 220 فولت وات. يا لهوي، شفتوا كان الغلطه هنا كان بفوره تقريبا ولا كان عادي مش عارف. بس احنا دلوقتي هنوصل لنهايه التقاطع بتاع النفق، مفيش اصلا يا اخي، ممكن يكون كلهم مفتوحين. لا على فكره تقريبا في نفق فوق ونفق تحت يا اخي، كلهم نفس النفق تقريبا، بس في واحد ماشي فوق التاني واحد تحت التاني حاجه زي كده تقريبا، مش كده؟ اتوقع كده. كتير منكم سالني على لعبه بي سي بيلدنج سيميليتور، هتلعبها يا عم ميدو؟ ايوه هنلعبها، انا اصلا بعد ما اخلص تصوير ادخل في محاكي بناء الكمبيوتر، لان الصراحه كده في دماغي تجميعه رايقه، عايز اشوف اسعارها في الحقيقه عامله كام بعد ما نجمعها ان شاء الله ونشوف دنيتنا، وكل واحد يقول لي سعرها في دولته عامله كام. قشطه تمام وزي الفل. بس سامع صوت الشاحنه رهيب، افتح يا ابن الازاز ده، نستمتع كده بصوت الهواء والنسيم الجميل بتاع الاراضي الخضراء. يا جدعان انا اكتر اماكن بحبها المناطق الخضراء، او بمعنى صح الاراضي بتاعت البلد، انتوا عارفين طبعا الغيطان والكلام ده كله. يا الله راحه نفسيه. عارفين كان واحد كان زمان لما كنت انزل عند اخوالي وكده كان بياخدونا مثلا بيروحوا الاراضي، كانوا بيكونوا زارعين هناك الرز او الغله حاجه زي كده، انتوا فاهمين انتوا الموضوع ده. طيب تمام، المهم انت تيجي بقى تنام وسط الغله او وسط الرز، يا الله على الصوت يا جدعان، ما فيش صوت نهائي، كانك قاعد في اوضه عازله للصوت، تروح تنام كده وتفرد نفسك لا في صوت ولا في اي حاجه، ما تسمعش اي حاجه الا صوت اللي هو الهواء اللي بيعدي من بين الغله ده، انت عارف البعد يعمل، عارف انت كانك كده قاعد في صحراء او حاجه زي كده، صوت رهيب. سامعين صوت الشاحن عامل ازاي؟ يا جدعان هي ماشيه على الكام دلوقتي العربيه دي؟ شوف كده ايه ده، العربيه دي اخر عددها 65 65 الشاحنه دي عددها بالميل 65، يعني هتلاقي دلوقتي داخله في ال 100 120 مثلا، خلينا نشوف كده لف 3 ده 160 يا جدعان، يعني احنا بنزود فوق ال 120 40 علشان نعرف احنا ماشيين على الكام صح. بس وهل شايفين يا جدعان السرعه رهيبه مش كده؟ اضرب كده الكلاكس بتاعها عشان ما ضربتوش ولا مره. وات، لا احنا كده ممكن نخبط هنا، خلينا نهدي خالص، هو لازم كده يطلع لك واحد في نص الطريق يزهقك. لما احنا ماشيين كويسين ولاد ناس، دايما كنت بتفرج على واحد مكسيكي عنده الشاحنه دي بس فيها غيارات كتير كده، مش عارف فيها عصايتين ثلاثه وبتاع، مش عارف تحسه سايق قطر وعدادات كتير، انا اصلا مش فاهم ايه لازمه العدادات دي كلها. انا اعرف ان الازرار دي ممكن مثلا يبقى في زر تشغيل مولد او فتح نور في اماكن معينه في العربيه، ممكن مثلا يحول العربيه تبقى مثلا دفع، يعني الكاوتشات كلها تشتغل، يبقى فيها فرامل طوارئ، فرامل يدوي، فرامل هواء، فاهم انت ازاي؟ حاجات الكراسي، حاجات التكييف، بس في ازرار كتير انا معرفهاش مثلا، يعني ايه لازمه الكراسي دي كلها؟ انا مش فاهم صراحه، فيا ريت برضو اللي فاهم ويقدر يشرح لي، بصوا ايه لازمه ده كله؟ انا ممكن لو قراتها وصورتها يعني ترجمتها على الجوجل ممكن اعرف ايه لازمه الكلام ده كله، او ممكن مثلا اعرف معناها بالعربي بس مش اكتر، لان بصراحه بستغرب ليه ده كله، زي ما انتم شايفين المرايه، يا نهار ابيض المرايه تحسها فاقعه على الاخر كده. ايوه يا برو بعد اذنك يا اسطى، يا اسطى اكسكيوز مي يا برو، ممكن بعد اذنك تاخد بس اتجاه؟ شكرا شكرا والله محترم، بس هو هيرجع تاني دلوقتي عشان قدامه شاحنه، فخليني ماشي براحتي لحد ما يرجع. هيرجع يلا، ها اصل المشكله هنا في 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 اوروبا ممكن تلاقي مره واحده ضرب عليك وهو بيضرب اشاره، يعني مثلا ما يضربش اشاره ويستنى شويه، لا بروح على طول محاود عليك. كتير منكم قال لي يا عم ميدو انت هتدخل امتى محاكي الشاحنات اونلاين مع صحابك والكلام ده كله؟ والله لما نحمل اللعبه صراحه. واحد قال لي تحمل ايه بالظبط؟ اي والله العظيم احنا محتاجين نحمل اللعبه والله، ف يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله هنبقى نحملها وبعد كده بندخل كلنا سوا ان شاء الله، ربنا يسهل. بس اسمع الصوت، يا لهوي حريقه، هات لي كده من بره شويه نريح عينينا بره شويه، اسمع صوت الوحش، تحس ان انت مركب موتور طياره في العربيه. طياره ايه؟ ايوه الطياره الهليكوبتر، هو صوتها كده اصلا، شايفين؟ يا بقى لو دريكسيون، يا الله. طبعا دلوقتي انا بسوق بالكيبورد عشان اقدر ابص يمين وشمال بالماوس، بس بصراحه رهيبه
شوف شوف شوف، تحس نفسك ايه ملك زمانك. هلا والله بالشباب، يا الله عالجمدان يا جدعان، والله العظيم متعة. انا ما استمتعتش بكده قبل كده. على فكرة انا متعمد ان انا ما اقصقصش جامد في الفيديو عشان انتوا تستمتعوا معايا بالطريق، فلو لقيتوا فيه غلطة او خطأ مطبعي في الكلام او كده يعني ياريت تعذروني فيه. اوه انتوا سمعتوا صوت التربو اللي فيها؟ خلينا نشوف يمكن يحود ده. ادينا محترمين. اه والله العظيم انت محترم، والله العظيم انت محترم وكفاءة. يا نهار اب. اوه معلش تسويق، ما قدرتش المساحة بالظبط. يا الله كنت زماني معدي زمانه دلوقتي بعد ما احترمني وساب لي الطريق وشافني خبطت الخبطة دي بيقول لي ايه يا عم الواد اللي معرفش يسوق ده. بس شايفين يا جدعان قطر قطر شاد الطيارة ايه اكس ماكس. اضرب كده كلاكسات. ايه يا جدعان مش عارف اجيب العيال دي ليه؟ طيب ايوه نهدى هنا شوية وخلينا ناخد الحارة اللي في النص. انا كنت بتفرج اصلا على تعليمات السواقة ايام ما كنت عايز اتعلم السواقة، والحمد لله لسه لحد الان ما سوقتش اصلا اي عربية في الحقيقة. فكان بيقول لك لما تكون ماشي انت على مثلا الحارة بتاعتك دي ولقيتها محودة ما تحاولش انت على الحارة التانية، انت دلوقتي الخطوط اللي قدامك دي طول ما هي منقطة كده مسموح لك ان انت تحول عادي الناحية التانية براحتك، بس اول ما تلاقي الخطوط دي بدأت تتجمد يعني تفضل ماسكة في بعضها اوعى تحاول مهما حصل، هدي سرعتك وامشي براحتك علشان اكيد في حاجة جاية في الطريق. ده اللي انا فهمته الصراحة. فلو حد فاهم مثلا في قواعد المرور والدنيا دي اكتب لي برضو شوية كده تعليمات بسيطة جدا نستعملها واحنا ماشيين في الطريق، لانه احنا اصلا محاكي الشاحنات وعندك لعبة فورزا ناس بالمناسبة برضو احنا حملناها الحمد لله وهنبدأ نلعبها الايام الجاية، هنعمل فيها حاجات اسطورية. وعارفين كمان في كده حركة في دماغي لو زبطتها لعبتين لو زبطتهم مع بعض هيبقى المحتوى بتاعي ده اوه كنا هنتقلب. الحمد لله هقدم لكم محتوى يا جماعة عمر ما حد شافه في تاريخ اليوتيوب كله. واحد يقول لي وات ار يو شور اباوت ذات؟ اكيد يا صاحبي هتشوف دلوقتي. خلاها محترمين الراجل ده. يلا 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 المفروض لما اقرب منه مسافه معينه هو هيرمي لوحده. ارمي يا اسطى. ما رماش يمكن عشان مستني يعدي العربيتين دول، ممكن اصلا كنت سايب العربيه تمشي براحتها على اساس ان احنا ايه يعني خلاص يعني اوه احنا عدينا الطريق. اوف 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 ايه الرندر ده؟ ممكن عشان المودات اللي احنا ضايفينها مش كده؟ ممكن ليه لا؟ بس انا ضايف مودات كتير قوي على اللعبه كتير. امشي عاش يا وحش. هي المقطوره اللي ورا بتحاود معايا ولا ماشيه في خط مستقيم؟ اخر كاوتش بيحاود تصدقوا؟ وال ايوه اهي بتعدل نفسها بنفسها. يا نهار جمدان. بس انا ملاحظ حاجة في كابينة العربية دي ان هي مضلمة قوي، قصدي مش منورة كده زي الشاحنات التانية، مش فاهم ليه. مع ان دلوقتي ولا ممكن عشان احنا ماشيين عكس الشمس، بس المفروض دلوقتي كان الشمس تيجي تنور في الحتة دي، هي منورة تحت اهي. بس بصراحة انا مستمتع بصوت العربية دي جدا. ايه تاني في ايه؟ احنا هنحاول من هنا ليه طيب؟ ايه الكلام ده بقى؟ متقوليش ان احنا عدينا الطريق. خلينا اجيب بس الماب اللي فوق. والله عدينا الطريق. نلف من عند الميدان الصغير ده ونلف ونرجع تاني. ايه الرخامة دي؟ شاف المحترم؟ والله انت محترم حبيبي. خد لك بوسة. هو لازم كده اللي يحترمك تديله بوسة. واستهلاكها في البنزين برضو مش عالي، حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. والله راجل محترم يا اخي، شايفين لولا ان هو وقف لنا كنا زماننا دلوقتي ايه قاعدين بقى مستنيين بقى لما هو يعدي وبتاع وما اعرفش ايه والكلام ده كله. ادي مين في واحد منكم كان كاتب لي في التعليقات عم ميدو صوتك مزعج والله اللي حط ودانه اللي يلبس سماعه الاذن الله يكون في عون ودانه، انه المايك اللي معايا اصلا انا شغال بصور بيه اسمه بويا ام 1، المايك ده ما فيهوش مثلا نظام في خاصيه كده لو تيجي تسمع عند اليوتيوبر كده تلاقيهم مثلا يجي يزعق تلاقي صوته عادي، هو بيزعق تمام، فانت نبره الصوت اللي طالعه لك نفس الدرجه يعني وانت لابس السماعه ودانك ما تتاذيش. فدي بيبقى سوفت وير موجود في بعض المايكات الغاليه. طبعا عشان انا اجيب مايك زي ده فالمايك ما شاء الله سعره عالي يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني بالمصري عشان نوصل لمايك زي ده محتاج 5 او محتاج 10000 جنيه عشان اجيب مايك بالخاصيه دي اللي هو اللي فيه الخاصيات دي. في منكم يقول لي في سماعات برضو بيبقى فيها الخاصيه دي
السماعات حلوة وكل حاجة، بس مشكلتها برضو ان انت عشان تجيب سماعة المايك بتاعها كده ويبقى رهيب معاك، محتاج برضو تجيب سماعة تكون نظيفة بكارت صوت. واحد يقول لي ازاي؟ سنة ونص تقريبا كان في سماعة نازلة جديدة ناس كتير اتكلموا عليها. السماعة دي اصلا لما تيجي تلبسها لو في واحد بزمر وراك وبطبل انت مش هتسمعه في ودانك طول ما انت لابس السماعة دي، وفي نفس الوقت المايك بتاعها لما تشغل لها الفلتر اي حد بيزعق لك ورا بيشتم بيتكلم بصوت عالي الكلام ده كله وانت ساكت، يعني انت ما اتكلمتش اصلا، السماعه مش هتسمعه. السماعه بس المايك بتاعها بيفتح لما انت تيجي تتكلم، يعني خلاص لما تقول الو السماعه بتفتح، فاهم انت ازاي؟ وتخلص اللي عندك ولما تسكت تقفل لوحدها. فبالتالي مثلا لو في افراح الدنيا وراك والكلام ده كله ما فيش الكلام ده كله. طبعا انا حسبت السماعه دي بالمصري، الكلام ده من سنه ونص، يعني كان ساعتها كان الدولار تقريبا ب 18 جنيه حاجه زي كده، لقيت السماعة عاملة 12,000 جنيه. 12,000 جنيه ده انا زود فوقهم كمان 10 وراح اجيب العربية فيها ترايبة معدلة من اسماعيلية، لان بصراحة العربيات في اسماعيلية من ناحية الفيت واللادة والكلام القديم ده العربيات رخيصة يا جماعة، انت ممكن تروح تجيب لك عربية بسعر رمزي يعتبر، يعني انا ابن عمي كان شارع عربية انت متخيلين الفيت 27 كان بتاع الدكتور، اشتراها وسافر فين؟ امريكا. اشتراها من زمان، دكتور كبير في السن، هو دلوقتي مش عارف يمكن عنده 80 سنه دلوقتي، ربنا يعني يرحمه لو هو عايش او ميت يعني. فهو اشترى العربيه دي واستعملها سنه واحده بس وركنها في الجراج وسافر. لما رجع بقى عايز يبيع العربيه، ما هو خلاص بقى راجع تقريبا كان في 2015 حاجه زي كده، 2013 يا ربي، رجع في 2013 خلاص هو عايز يعيش في مصر خلاص. فاشترى عربيه موديل السنه وعرض عربيته للبيع، فجه ابن عمي قال انا عايز اخد العربيه دي، عايز فيها كام؟ قال انا عايز فيها 12,000. ابن عمي بص على العربيه منبهر، عربيه يا جماعه يعني الكياس بتاعت الشنطه لسه موجوده زي ما هي، اللي هي الكيسه اللي على الكراسي دي، انتوا متخيلين العظمه؟ فاشترى العربيه، ولكن وكانت بتقفل وسرعتها وكان لسه العربيه بحيلها والكلام ده كله بعد ما ظبطها وكده، ولكن للاسف الشديد ابن عمي ده دمار شامل، رمى العربيه تحت القطر. واحد يقول لي تحت القطر يعني ايه؟ دخل بقى تحت القطر؟ لا، فضل يبهدل فيها، يخبط فيها، يفحط بيها. انت عارفين طبعا عربيات زمان ما بتفحطش اصلا، بس هو انتوا عارفين طبعا تلاقي كده جاي لك واحد روش يحط لك كده على الكاوتشات اللي ورا او اللي قدام اللي هي ما بتلفش دي، اي حاجه تحت الكاوتش عشان الكاوتش ما يتهريش. هو ابن عمي كان بيعمل نفس الكلام، بس كان بيحرق في الماتور، بيحرق 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 في الماتور لحد ما العربيه كلها باظت واتهبدت واتكسرت واتدمرت. وتخيل بحب كام؟ بحب 1000 جنيه. واحد يقول لي وات ليه؟ والله يا جماعه دمرها. انا زعلت على العربيه دي قوي، بس انا ساعتها يعني كنت لسه اصلا لا بسوق عربيات ولا ليا في الموتوسيكلات ولا ليا في الكلام ده كله اساسا، فاللي هو يعني زعلت الصراحه. العربيه كان جديده كده ونظيفه، فاهم انت؟ غسله نظيفه بتاع تحط لها زيت وبنزين تمشي معاك، لسه اصلا ما تحطش فيها مسمار. على فكره انا مزنق عليا، بس ممكن اكون انا الغلطان لان انا اصلا مفروض امشي بسرعه على الشمال، يعني انا اللي على الشمال هو اللي يمشي بسرعه واللي على اليمين يمشي براحته، فانا تقريبا كده دخلت على اليمين وانا ماشي بسرعه، فهو تقريبا كان عايز يوسع لي فراح داخل عليا، فعلشان كده خبطت. يا بقى لو دريكسيو لا 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 يا نهار ابيض. بعد معاناه كبيره جال ونش شد العربيه، وبصراحه يعني ضيعنا اليوم كله واحنا بنشد العربيه، ولكن الحمد لله طلعت على خير، وانا الصراحه اتعلمت الدرس ده. بس دلوقتي في سؤال تاني، هي العربيه دي ليه ما فيهاش انوار داخليه؟ يعني دلوقتي احنا منورين الدنيا كلها، ليه العدادات بتاعتها مش منوره؟ وليه لمبه الكابينه اللي هنا مش منوره؟ ولا ممكن عشان مش عارف والله، ممكن عشان الشمس والمؤثرات والكلام ده كله؟ جايز ليه لا؟ بالتالي احنا وصلنا للبلد اللي فيها المينا، المفروض بعدها هناخد ولا 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 يا ابن اللذينة. شفتوا؟ شفتوا بقى؟ طب الغلطه منه ولا منه؟ اكيد منه طبعا، اكيد. يعني اللي ما عندوش دم يعني خلاص شايف انت العربيه جايه وحش امريكي داخل عليك والدنيا دي. طب خد بقى تعالى خربش لك عربيتك تعالى عشان تتعلم الادب. لا ما حدش يقول الغلطه منك على فكره عشان ما نزعلش مع بعض، الغلطه منه هو ومنه هو ومنه هو، تمام؟ بس انا قلت اهو، فبعد اذنكم يعني ما حدش يقول الغلطه منك انت يا عم مين. بعد اكسكيوز مي، بعد اذنك انا لن اقبل بهذا الموضوع يا عم، صدقني الغلطه مش مني. بص انا دلوقتي طالع في وشه، تمام؟ فهو المفروض دلوقتي ما دام انا طالع في وشه المفروض هو يفرمل، فاهم انت الموضوع ازاي؟ يعني انا مش المفروض ان انا استنى، انا ماليش دعوه يعني، فاهم؟ ها هي البتاع، هو ايه؟ طب ايه اسم البلد اللي احنا فيها دلوقتي؟ ما اعرفش ليه مش حاطين اعلام يعني، بس شايف الشكل بره عامل ازاي؟ هات لي كده العربيه من بره خلينا نشوف الشكل، خطير. بس الدنيا شكلها اصلا هتلاقي علينا والله، شكلها كده هنوصل في الليل. بس انا عندي سؤال، هو
يعني من هنا لمينا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اه اصل البوابات هنا مقفوله شايفين، فتقريبا ممكن من هنا. طب والله انت وفرت عليا الصراحه مسافه ركوب العربيه والكلام ده كله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه اكسكيوز مي، كنا عايزين نسافر الناحيه الثانيه. آه في مكان اقرب في المكان ده هياخد مننا 3 ساعات. يا لهوي 3 ساعات هنسافر من الدنمارك اللي اسمها نورس بطيخ دي في 3 ساعات؟ يا نهار ابيض. بسم الله توكلنا عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب سهلها معانا. وات هو الاشاره دي مالها فاقعه قوي بتنور كده؟ في حاجه غلط. وات الاشاره ده كله بتنور؟ يا ليله الليل ديم يا الواقعيه، ده الاشاره دي اوفر بتعرفك كده، بتقولك احنا جايين يا اسطى. اسمعني بس يا جماعه عشان انا حسيت ان انا اتلخبط دلوقتي وانا قاعد بنور في الكشافات بتاعت الشاحنه الغريبه دي. يعني هو شايفين قوة الكشف. اوه استنى 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 بس عشان بس ايه، انا حاسس دلوقتي ان انا يعني لا لا كمل زي ما انت، بس انا حاسس ان انا كنت هلبس يعني، فاهمين انتوا الموضوع ازاي؟ تحس في حاجة غلط في كشافات العربية دي. اه والله اصلا العربية كلها غلط من بداية الفيديو، بس هنعمل ايه؟ عايزين نجربها. يعني هو شايفين الكشاف فاقع قوي ازاي؟ ده العالي بيعمي اصلا، تحس ان هو مركب ليزر. ايوه يا عم خليه كده، ده اصلا عندي بيضلم الشاشة. يا لهوي واخيرا وصلنا والحمد لله. طبعا عشان انا بصراحه ما اعرفش انا هوقفها ازاي العربيه دي، فخلينا نختار اللي هو الايه الخط المستقيم بدل ما اقعد ارجعها واركنها والكلام ده كله، لان هي اصلا هتطول معانا، خاصه عربيه مبوز وانت سايق ماوس وكيبورد. اعتقد ان هو من الصعب ان انت تعرف تركنها وتسوقها وتمشي بيها والكلام ده كله. اه والله، وبرده بتلخبط في السبويلر بتاع الطياره ده او الجناح بتاع الطياره ده، بحس ان هو بتاع الشاحنه نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين البوز؟ بص بص البوز تحسه وصل متاخر، يعني العربيه كلها وصلت بدري والبوز لسه وصل متاخر. بس الكاميرا اللي بره، انت ركنت العربيه اهو. هو في حاجه اه شفت البوز؟ طب دلوقتي، طب انا دي افرض دلوقتي حصلت مشكله هنا؟ لا الحمد لله ما حصلتش المشكله. فك يا معلم. بس كده يا شباب يمكن وصلت الحلقه. لو عجبك ما تنساش لايك والاشتراك في القناه. تفتكروا ايه الحموله الجايه اللي عايزين نبدا نقولها؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات. ولو عندك حموله معينه عايزين نمشي بيها برضه عرفني. يلا سلام.